أخذنا هنا مركب فيه 7 ذرات كربون، وعملية السايكلزيشن صارت بين الكربون الثاني CH3 فوق هذه اتركها ننزل تحتها. السايكلزيشن حصلت بين هذا الكربون والكربون CH3 اللي في الطرف الآخر، وبالتالي ظلت عندي مجموعة مثل في النظام الجديد، مجموعة مثل خارج النظام الحلقي. لكن اللي صار هنا في الصيغة البنائية انه عندي 6 ذرات كربون تكون لحلقة اسمها السايكلو هكسان. يعني بعد هنا ما رسمت في الصيغة التركيبية هذه، ما رسمت ذرات الهيدروجين. مثلا اذا جينا للكربون هذا الكربون اللي في الحلقة، هذا الكربون هنا في الحلقة، لاحظوا ما حطيت هيدروجين لانه صارت معروفة هذه الزاوية تمثل ذرة كربون، وبما انه الكربون مرتبط بكربون الى الاعلى وكربون الى الاسفل فهو ناقصة تكافؤين، فاذا اريد اكتب هنا اوضع هيدروجينات فاضع 2 هيدروجين. اذا نزلت للكربون اللي تحت ايضا هذه الزاوية ايضا تمثل ذرة كربون. يعني الان نتفق على انه كل زاوية في الاشكال هذه الاشكال الحلقية، كل زاوية أي كان حجم الحلقة رباعي ثلاثي خماسي، عندما الصيغة البنائية عندما نكتبها بدون أن نذكر الهيدروجين فنحن ندرك أن طالبنا أو الناس اللي يتعاملون مع الكلية يعرفون أنه هذه الآن هذا الركن هذه الزاوية هي ذرة كربون، وبما أنه عندها خطين رابطتين واحدة مع الكربون تحت وواحدة مع الكربون فوق فهي ناقصة هنا 2 هيدروجين. إذا أريد نرسم الهيدروجينات فنحط لها 2 هيدروجين. هذا المثل سايكلو هكسان. هذا الآن مثل سايكلو هكسان بإمكاننا أن ندخله في تفاعل يفقد فيه ذرات هيدروجين، تفاعل حذف يفقد فيه ذرات هيدروجين وتتكون روابط مزدوجة في النظام الحلقي، وهي وصولا إلى حلقة بنزين عليها CH3 هو المركب المعروف باسم التولوين. ولاحظ خلينا نركز على ذرة الكربون الآن، هاي الزاوية هي ذرة كربون، من جهة هي مرتبطة بال CH3 يعني تحقق تكافؤها مع CH3، ومن جهة اليمين مرتبطة برابطة مزدوجة صار العدد 3، ومن جهة الشمال مرتبطة برابطة مع الكربون صار عدد ذرات الكربون 4. الآن لو جينا لهاي الكربون، نعم هذا الكربون، لاحظوا انها من جهة مرتبطة بالكربون على جهة الأعلى، ومن الجهة السفلى مرتبطة بزوج من الروابط اللي رابطة مزدوجة صار 3، فناقصنا هنا أن نحط عليها ذرة هيدروجين. يعني بالبنزين كل ذرة كربون ضمن النظام الحلقي في البنزين هي مشبعة بثلاث روابط، واحدة مزدوجة واخرى منفردة مع الكربون، والرابطة الرابعة أو التكافؤ الرابع تحققه مع البنزين. إذا ما عندي CH3 هنا أنا لو كان المركب مو تلوين، لو كان بنزين لكانت الصيغة C6H6، 6 ذرات كربون وعليها 6 ذرات هيدروجين ليشبع التكافؤات. نعم هذه عملية السايكلزيشن هي مثال آخر على تحول المركبات من الصيغة المفتوحة إلى الصيغة الحلقية، وهذه في السكريات، هذا عندي سكر فركتوز لأنه كيتون، هذا عندي الكيتون، ولاحظوا صارت عملية التفاعل عندما أضع السكر في الماء، هذا الفركتوز عندما أضعه في الماء يحصل تفاعل داخل الجزيئة في ضمن الجزيئة انتر مولكيول، يتم بهجوم مجموعة الأو اتش أو بالتحديد الأكسجين اللي عليها زوج الكترونات هنا مع الكربون الناقص الكترونيا على مجموعة الكربونيل، ويصير عند النظام الحلقي. ومعروف أن السكريات تأخذ نظام حلقي أما خماسي الأطلق أو سداسي الأطلق. ونرجع في كل حال من الحالات ندقق تكافؤ الكربون وتكافؤات العناصر المرتبطة به، يعني سواء هيدروجين أو أكسجين، وسنجد أنه في كل حالة من الحالات أن الهيدروجين الكربون الرباعي تكافؤ سواء بروابط منفردة مزدوجة أو ثلاثية، الهيدروجين أحادي التكافؤ دائما وأبدا، لا يمكن أن يكون الهيدروجين أكثر من رابطة واحدة، والأكسجين هنا ثنائي التكافؤ سواء كان مرتبط بالكربون أو مرتبط بمجموعة الهيدروكسيل. نعم واحدة من المركبات المهمة في الكيمياء العضوية الحيوية هي مركبات النيتروجين اللي تكون فيها الكربون مرتبط مع نيتروجين، هذه المركبات في أنواع كثيرة من عندها
يدرسها طلابنا في المدارس الثانوية ويدرسوها في الجامعات في كليات الطب بصيغة مركبات أمينية، بصيغة أحماض أمينية، بصيغة مختلفة، قواعد نيتروجينية اللي تدخل في تكوين الأحماض النووية الـ RNA والـ DNA بصيغة مختلفة. الآن النقطة اللي أريد أركز عليها هي أيضا النقطة البنائية المرتبطة بعدد الروابط. النيتروجين ثلاثي التكافؤ، عادة ثلاثي التكافؤ في المركبات العضوية، وهنا هذه أصلها إذا حذفنا الكربون نرجع للأصل اللي هو الأمونيا، فهذه أمونيا تم استبدال ثلاث هيدروجين بها بثلاث كربون، صارت مركب عضوي اسمه الأمين. ولاحظوا هنا يسمى الأمين الأولي لأنه استبدلت إحدى ذرات الهيدروجين في الأمونيا فقط وذرتين. لاحظوا أن النيتروجين ثلاثي التكافؤ، اثنين من تكافؤاته مع الهيدروجين والتكافؤ الثالث مع الكربون. إذا رحنا لهذا المشتق وهذا المركب العضوي الآخر في النيتروجين مرتبطة باثنين ذرات كربون، بمعنى أن الأمونيا قد استبدلت فيها ذرتين هيدروجين بذرتين كربون، وبقى عندي الهيدروجين الثالث فصار عندي ما يسمى بالأمينات الثانوية أو سكندري أمين. ولاحظوا أن النيتروجين شبع تكافؤاته باثنين ارتباطات مع الكربون والارتباط الثالث مع الهيدروجين، أما الكربون فممكن أن تشبع تكافؤاته هنا بالارتباط مع هيدروجين أو مع عناصر أخرى لا نستطيع يعني لا ندخل في تفاصيل، لكن أيضا الكربون اللي الآن ما عليه ثلاث تكافؤات يعني فقط تكافؤ واحد أو رابطة واحدة لازم نضيف له ثلاث تكافؤات بثلاث ذرات هيدروجين مثلا ليصبح رباعي التكافؤ. الأمين الثالث اللي هو النوع الثالث من الأمينات، لاحظوا هنا الأمونيا فقدت كل هيدروجيناتها وتم استبدالها بذرات كربون، فأصبح تكافؤ النيتروجين هنا ثلاثي عبر الارتباط بثلاثة ذرات كربون، وهاي الكربونات أيضا لابد أن تشبع بأربعة روابط لكي تأخذ تكافؤاتها الرباعية. هذا الأمين الثالثي التيرشري أمين. نعم، الآن إحدى الصيغ التركيبية للمركبات النيتروجينية في المركبات العضوية هي أنها شفنا قبل قليل شفنا النموذج اللي يكون مفتوح، الآن ننتقل إلى النموذج الحلقي، المركبات اللي تسمى الهيتيروسايكليك كومباوند، المركبات الحلقية غير المتجانسة. إيش شنو يعني غير متجانسة؟ لاحظوا هنا الحلقة خماسية الأضلاع، لو حسبت الأضلاع للحلقة تجدون أنها 1 2 3 4 5، هذه خماسية الأضلاع 5 member ring. ولاحظوا أنه الزوايا الأربعة اللي فوق النيتروجين هي من ذرات كربون، ما دام ما مكتوبة الكربون فالزاوية هنا كما اتفقنا مع السايكلو الهكسان والبنزين الزاوية هذه اللي ما رسمت فيها ذرة هي في الحقيقة ذرة كربون. فإذا هنا عندي أربع ذرات كربون والذرة الخامسة استبدلت الكربون بنيتروجين، فنسميه مركب غير متجانس، حلقي غير متجانس، أصلها هذه كربون في السايكلوبنتان، أصلها كربون، يعني لو كان السايكلوبنتان كنا نسميه مركب متجانس لأن الذرات اللي تكون الحلقة كلها ذرات كربون، هنا استبدلت الكربون بنيتروجين فصار المركب بايرول. ولاحظوا التركيب الحلقي للبايرول فيه رابطتين مزدوجة وفيه روابط منفردة لإشباع ذرات الكربون. النيتروجين هنا أيضا ثلاثي التكافؤ، اثنين من تكافؤاته تحققت بالارتباط مع الكربون من اليمين ومن الشمال في النظام الحلقي، والتكافؤ الرابع مع الهيدروجين، الرابطة الرابعة مع هذا الهيدروجين. وهذه الصيغة نجدها في الإندول، نفس الكلام في الإندول، أيضا النيتروجين حقق تكافؤاته الثلاثية، يعني ثلاث روابط، اثنين مع الكربون والثالثة مع الهيدروجين. والكربازول اللي هو نموذج آخر من المركبات الحلقية غير متجانسة للنيتروجين، لاحظوا أيضا النيتروجين حقق تكافؤاته اثنين مع الكربون والثالثة مع الهيدروجين. إذا نزلنا للبيريدين فلاحظوا انه هنا ما عندي هيدروجين مرتبط بالهيدروجين،
لا يوجد هيدروجين مرتبط بالنيتروجين، وإنما النيتروجين لاحظوا هذه أصلها بنزين، هذه الحلقة أصلها بنزين، لكن هنا استبدلت ذرة الكربون بذرة نيتروجين فصار المركب اسمه بيريدين. ولاحظوا أن النيتروجين اللي هو صار جزء من الحلقة تكافؤات ثلاثة، عنده ثلاث روابط، اثنين من الرابطة المزوجة مع الكربون والثالثة مع الرابطة المنفردة مع الكربون الآخر. وهذا يؤكد لي أهمية أن نعرف الطالب التكافؤ، لأنه عندما يعرف التكافؤ يستطيع أن يرسم الصيغة البنائية بشكل سليم وصحيح. والصيغة هذه تتكرر مع الكوينولين اللي هو حلقتين منصهرة وفيها ذرة نيتروجين غير متجانسة، والنيتروجين هنا أيضا ثلاثي التكافؤ وليس عليه هيدروجين، في حين في الإندولين النظام رجع أخذ النيتروجين بهيدروجين لأنه لا توجد روابط مزدوجة في داخل الحلقة، وبالتالي يحتاج أن يشبع النيتروجين تكافؤاته بالارتباط بروابط منفردة. من الشروحات بينت لي أشياء كثيرة في الكيمياء العضوية، من بين أهمها أن نلتفت إلى تكافؤات العناصر، أن نلتفت أن الكربون لا يتحد مع نفسه فقط وإنما يمكن أن يتحد مع عناصر أخرى، أن الكربون ممكن أن يشبع نفسه بروابط منفردة أو مزوجة أو ثلاثية، وإذا دخلت أو دخلت عناصر على الكربون يبقى الكربون محافظ على تكافؤات الأربعة، والعناصر التي تدخل أيضا تكون محافظة على تكافؤاتها. فالصيغة البنائية للمركبات العضوية الحيوية تتطلب أن نتعرف أو نعرف تكافؤات الكربون وتكافؤات العناصر المرتبطة فيه، وتعرفنا على نوع من المركبات مهم جدا يدخل في صناعة أدوية، يدخل في صناعة عقاقير، مضادات حيوية كثيرة جدا، يعني عالم كامل اسمه عالم الكيمياء العضوية الحلقية غير المتجانسة الهيتروسايكليك أورجانيك بايوموليكيولز. أنتهي بهذا القدر من الشرح لهذه الأساسيات التي كما قلت أظن أن كثير من أولادنا وطلابنا وبناتنا يحتاجوها في مختلف مراحل دراستهم. أرجو أن أكون وفقت في هذا الشرح، وشاكر لكم حسن الإصغاء، وأحييكم تحية الأوروبية والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.